مجموعة متوسطة عبارة عن إيه؟ كل اللي بتعمله هتاخد أول حاجة الإعلان عن المجموعة. متوسط، فبتقول له إنت مثلا إكس بتديك الحجم اللي هي 10. ده النوع، ده الاسم، ده الحجم. ده النوع وده الاسم وده الحجم. النوع بتاعك صحيح اسم المجموعة سميتها إكس حجمها 10. ده بيعمل إيه بقى في الذاكرة؟ بنقول الارقام دي بنسميها احنا الاندكس او الدليل. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي حاجز في الكمبيوتر اي من الكمبيوتر، يا كمبيوتر انا عاوز احجز 10 اماكن ونروحوا منها. صحيح. ليه معنى كلمه مجموعه؟ يعني حاجز مجموعه. دي بتفرق فين؟ لو انا عاوز 100 متغير هفضل اعرف 100 متغير؟ هفضل اقول ايه بقى الفكره السيوه دي؟ لا طبعا. انا هقول له ايه؟ احجز لي لو كلهم نفس النوع. فبتقول لي انا عاوز 100 رقم صحيح. انت اكس 100 يبقى انت حجزت 100 رقم. حتى في التعامل معاهم سهل. انت عاوز بقى الاولاني اكس صفر اللي بعد اكس 1 اكس 2 فسهل جدا تعمل عليها فوق. انك تدخل اكس 0 بعد اكس 1 بعد اكس 2. الفرق بين ده وده بيفرق رقم لان كلهم نفس الاسم. انما لو هتعمل متغيرات مختلفه هتبقى صعب التعامل معاها. ماشي؟ فتيجي مثلا على طول تدخل ال 100 متغير ده. قصدي 10 متغيرات. 10 اماكن وهتعمل سكان اف كلهم في المية دي واند اكس. اند اكس بس كده غلط من ايه كده انت ما عندكش اكس واحد انت عندك كذا اكس فلازم تقول له اكس مين فيهم؟ فتقول له انا عاوز اكس اي زي ما الشخص قال كده اكس اي. ليه اي بقى؟ عشان انت عاوز تغيرها من اكس 0 اكس 1 اكس 2 فهتعرف الاي وعايزين تقول له الاي اللي هي دي اللي هو ده يبدا بالصفر لغايه كام؟ 9. هنقول له 4 الاي هيبدا من الصفر والاي هيبدا من 10 والاي بلس بلس 1 ده هيبقى لي 9 يا باشمهندس. ما تقلل من 10 مفيش يساوي في اكتر من 9. عاوز تقول لي 9 مفيش مشكله بس قول له الاي بلس بلس يساوي. هنقول له من الصفر لغايه 10 بس اقل بس وزود. فهيدخل اكس في اكس 1 اكس 2 اكس 3. فاهم المشكله؟ شوف تعاملهم ازاي بقى بسرعه. طب عاوز ايه؟ 99 خلي دي 100 وخلي دي لو هتعملها يساوي في 99 لو مش هتعملها يساوي الحجم ده هو ده ما تقول انت اي اقل بس هياخد منك واحد. ماشي؟ طيب عاوز تخرجهم ده اتخان. اتخان يعني تجيب الارقام من الكيبورد. اخراج انك تخرجها على الشاشه. اخراج عاوز اخراج العناصر بتاع الشاشه. ده من فوق بعدين هتعمل برنت اف في المية دي اكس واي بس. طب مش كده؟ طب كلهم كده على نفس السطر. لو عاوز تكتب كل واحد على سطر بتعمل هنا ايه؟ سلاش ان. سلاش ان عشان ايه؟ تدخل يطلع الاولاني بعدين ينزل على سطر بعدين اللي بعده ينزل على سطر. يبقى كده ادي المجموعه ازاي تدخلها ازاي تخرجها. طب بس هو احنا عاملين المجموعه دي عشان ندخل ونتخرج ولا عشان نعمل عليها عمليات؟ فالمفروض ما بين الادخال وما بين الاخراج بتعمل عمليه في النص. وليكن مثلا يقول لك جمعهم. انا عايز اجيب مجموع الارقام دي. فالمفروض عشان تجيب المجموع اعملها كده. انا عاوز اجيب المجموع بتاع العناصر. فانت هتعمل ايه؟ هتعمل مجال للمجموع. وليكن انت برضك صم مثلا وليكن بيساوي صفر. هتعمل فوق. ليه هعمل فوق؟ عشان انت عاوز تجمع العناصر كلها. عاوز من اول عنصر لاخر عنصر. فانت عاوز اكس صفر اكس 1 اكس 2 اكس 3 هتعمل فوق. 4 اي هتبدا من الصفر. اي هتبدا من كام؟ عدده كام؟ 10 والاي بلس بلس عشان يبقى صفر وواحد اثنين. كل اللي هتعمله تقول له اكس اي. عاوز تعمل ايه بالاكس اي؟ الاكس اي ايه بقى؟ عشان تجيب اكس صفر. اكس 1 اكس 2 اكس 3 صم 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 ايوه عاوز اجمع صم تساوي صم زائد او تقول صم زائد يساوي اه المستوى لا بدات زائد معناها ايه؟ صم تساوي صم زائد كذا يعني هتجيب اكس 1
تتقسم على ايه؟ تتقسم على عدد دول. 10 عناصر عباره عن ايه؟ مجموع العناصر هم 10. جمعناهم لما نجيب المتوسط الصرف بعد ما تخلص الدور، بعد ما تخلص الدور الصرف على عددهم 10، هو ده المتوسط دي وعرف الدي دول. صح؟ هذا المتوسط. برضك دي مع
الاي من صفر،
او بيساوي 2 او اقل من 3 اقل من 3 اللي هو الحجم ده عشان تبقى ده اللي بنحسبها. والاي بلس بلس ادي الكور دي وحسبت ايه رايك لو ثبتت دي دلوقتي؟ خليتها صفر. الكمبيوتر هيدخل فين دلوقتي؟ داخل العمود العمود يا باشمهندس ده انت عارف الكره الصوت يعني لما انت غير في السطور لما تيجي الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث العمود كام بقى؟ العمود صفر فده العمود صفر وانت عمال تدخل صفر لما جبت صفر صفر واحد صفر اثنين صفر يبقى انت دخلت ده لما دخلت العمود الاول لما تعمل كور على السطور انت مدخل السطور مش مدخل السطور انت بتمسك الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث الصف المتغير ده انا عاوز ادخل اعملها بقى اعمل عليها كور تاني خمسة كيلو جي اسميه جي بقى سايب بقى من جي واعمل كور الجي بقى اللي هي بتعملها ما تمشي كده تمشي ماشي كام الجي بقى؟ وصلنا؟ يبقى انت دلوقتي لو عايز بقى تفهمها بقى تعالى نجربها كده اكسب كام؟ اي نصب كام؟ الكمبيوتر بيمسك اي بصفر يعوض ان اكس بصفر يبدا ياخد الجي ده من كام؟ من صفر لثلاثه اسمها فور جوه فور يمسك الاي بصفر وبعدين الجي يغيرها من صفر لثلاثه اللي هي اللي عملها يبدا صفر وبعدين يغير الجي من صفر لاثنين ماشي هيبقى صفر وصفر صفر واحد صفر اثنين يبقى كده بيدخل الصف يجيب الصف وبعدين يدخل العمليه بتاعته يعني ياخد الصف اللي يبقى صفر وبعدين ياخد الاعمده بتاعته زي برنامج الرسومات كده بعدين ايوه زي فكره الرسومات كانك بترسم كانك عندك الاي وادي مين؟ الجي فبياخد الاي مع جي اي دي الطول اللي بره على الصف واللي جوه على العمود يبقى بياخد صف ياخد الاي في صف وبعدين الجي بتتغير من صفر لغايه 2 يبقى كده بيدخل صف العمود الجي بتتغير الجي بتتغير ماشي الاعمدة ايه؟ انت ماشي كده على الصف الصف ثابت صف صفر وبتغير فين؟ في الاعمدة وبعد كده الجيت واحد الايتم باب واحد تاخد الصف اللي بعده والجيت بتغير انا عارف الجيت دي احنا كناها متغير ولا متغير متغير فعلا قصدي انا مش نايم الحبيب تمام الجيت مش نعمل عمليات على المجموعه المتراصه ذات البعدين مجموعه متراصه ذات البعدين يعني احنا دخلناها عملت فريد طب عاوز تخرجها ايه اللي هيفرق؟ بردك فريم فور نص طول فور مين؟ للعمود قلت له برنت اف بدل ايه؟ سكان اف ماشي ده الكلام ازاي تدخلها في السي وازاي تخرجها طب لو انا مثلا على سبيل المثال مطلوب مني مجموع القطر الرئيسي عايز اجيب مجموع القطر الرئيسي لا حاملين على فكره ايه القطر الرئيسي؟ لو جينا وصلنا هنا القطر الرئيسي اللي هو الاي اكس والجي اللي هي صفر وصفر واحد واحد اللي هو ده اثنين اثنين ده القطر الرئيسي ايوه الاف ان اي بتساوي الجي يعني انت تعمل فرن عادي جدا وتقول له اف ان اي ساوي الجي يعني لو لا حل الاولاني بس مجموعه يعني لازم اعمل مكان لازم في مجموعه صح؟ واجمع اهو اجمع اقسام زائد يساوي اجمع مين؟ اكس اوف اي وجي عشان نسيب مجموعه منها بس هيجمع اف ان الاي ساوت ساوت الجي في مشكله؟ لو الاي ساوت الجي هيجمع سؤال بقى اللي الباشمهندس كان سأل هل كده هيكرر نفسه؟ سؤال كده هل هو بيكرر انا فرصته متغيره هل كده بيكرر لوحده؟ لان كده الاي والجي هتعرفهم فوق هينفذ الحكايه دي مره واحده والسلام عليكم. يعني هينفذ هيعوض الاي بكذا والجي بكذا ومره واحده اللي هي جي الاي بصفر وجي بصفر ويشتغل عليها الاي بصفر جي هيجمع صفر بصفر وخلاص ايه اللي هيرجعه تاني بقى؟ اللي يخليه يخش بقى على العناصر كلها اللي هي الصفوف كلها الاي والجي اللي هي الفور انك عاوز تجيب الصفوف كلها فهتعمل فور على ده كله من اول الاي بتساوي صفر والاي اقل من ايه؟ من ثلاثه والاي بلس بلس لو عملت فوق واحده يبقى حضرتك ماشي على السطوف ومشيتش على الاعمده.
يعني انت كده مشيت على الصفر بس، يعني جبت صفر واحد اتنين بس الجي ثابت عند صفر، فانت كده فعليا جبت العمود الاول بس صح؟ انت عاوز بقى لما تكون اي بصفر يجيب جي يمشيها زي ما سواء اي بصفر يمسك الجي من صفر لاتنين، اي بواحد يمسك من صفر لاتنين، اي باتنين يبقى من صفر لاتنين، يبقى في فور دور فور يبقى في فور تاني سمعتنا لسه فور فور متدخل ماشي؟ هي بتمشي ازاي؟ بتمسك واحد من ده ويغير في ده بعد ما يخلص زي الناس بالظبط، يمسك واحد يغير ده كانه صفر، يمسك صفر يغير ده، بعدين يمسك صفر تاني ويغير الجي يرجع تاني الجي من صفر لاتنين، بعدين الاي بيبتدي صفر لاتنين، بس هتقول له الجي بتاعنا من الصفر والجي اكبر من ثلاثه والجي بلس بلس بس اذن الاي ساوت الجي يعمل الكلام. طب ايه رايكم بنلاقي حل تاني اسهل من الحل ده؟ احنا لو كناش بنعمل الكلام ده، مع انه صح مش غلط، ده مش غلط ده صح، وده هيحله صح ولو جربت على الكمبيوتر صح وهيديك الناتج، بس انت لفيت على العناصر كلها ولو الاي ساوت الجي، طب ايه رايك لو كنت عملت كده في الكمبيوتر؟ عملت كده على الكمبيوتر اكس في اي وجي واي، مش الاي بتساوي الجي؟ اللي الباشمهندس قالها لنا في الاول تعمل اي واي وهعمل فور واحد، انا فعليا كده مش محتاج اي وجي، انا هعمل ان الاي بتساوي الجي هبرمجها كده، بدل ما تقول له لو الاي ساوت الجي اعمل، طب ما انا اقول اي اي واعمل فور واحد مش فوريه، انت كده ماشي مش على كل العناصر على فكره عشان بس الناس ما تلخبطش، انت فعليا ماشي على القطر الرئيسي بس يعني صفر صفر هيمشي هنا، المره اللي بعدها الاي هتبقى بكام؟ واحد واحد ما انت مشيت هنا 2 و2 ها 3 و3 لو في 3 هتلاقي نفسك انت ماشي على ده ما مشيتش على العناصر كلها، انما اللي فوق بتعمل ايه؟ بتمشي على العناصر كلها اي وجي اي وجي، لو الاي ساوت الجي بجمعها، فهنا بتستهلك وقت على الفاضي عمال تلف على كله عشان تاخد ده، انما ده في البرمجه احسن اسرع يعني، بدل ما تلف على العناصر كلها لا انا بمشي على الكتر الرئيسي اللي هو اي واي ولا لا؟ على فكره بتفرق بقى في البرمجه، احنا لسه بنتعلم دلوقتي برمجه اساسيات البرمجه، تخش على الدنيا بقى في ثالثه ورابعه، احنا لسه في اولى في ثالثه ورابعه، لما تيجي تخش بقى لا يقول لك لا ده في برنامج يفرق عن برنامج. ما ده بيحل نفس المشكله وده بيحل نفس المشكله، بس مين الاسرع؟ لا طب واحد ايه اللي هتفرق فين؟ هتفرق يا باشمهندس ده لو انت عندك عدد عناصر كبير 1000 ده ياخد وقت 1000 في 1000 يقول لك ماشي الصفوف اعملها 1000 انت عندك ايه في 1000 اللي هي 1000 في 1000 انت بتمشي 1000 في 1000 بياخد 1000 بس نص الوقت تقريبا نص الوقت فاهمين؟ فبتفرقش في الصغير انما في البرامج الكبيره بتفرق فده بنقول ده اسرع يعني المناسب ده او الحل ده اسرع منه ماشي؟ طبعا احنا في الاول ما بنعلمك ازاي تبرمج بصرف النظر هل يبقى اسرع ولا ابطا مش مهم بس المهم تبرمج وتبرمج صح ده اللي يهمنا دلوقتي المرحله دي احنا فعلا يهمنا ان احنا نبرمج ماشي؟ ونتعامل مع البرمجه طيب ده كده يا باشمهندسين اللي هو ازاي تجمع الكتب الرئيسيه. طب عايز تجمعهم كلهم دي مش هتنفع بقى؟ دي مش هتنفع خلاص انسى انت عايز تمشي عليهم كلهم شيل الاف دي انت بتجمع كلهم. ما معكش في كونديشن انت بتجمع اي وجي كلها. واصله؟ هل الفكره دي؟ السؤال بقى افكر فيه ولو في مشكله حد يبقى يقول بالسهل قوي انا عندي عاوز ادخل مصفوفه 3 في 3 ومصفوفه 3 في 3 اكس مصفوفه 3 في 3 ومصفوفه ثانيه 3 في 3 وعايز اجمعهم فاكرين جمع المصفوفات؟ اللي هو يجمع صفر وصفر مع صفر وصفر واحد كده اللي يمسك عنصر من هنا وعنصر طبعا الناتج هيبقى مصفوف فكرتها ايه؟ هقول لكم فكرتها كده هتعرف مصفوفه 3 في 3 هتدخلها فوريه وبعدين تعمل مصفوفه ثانيه واي 3 في 3 تقدر لها فوريه ادخال زي دي طب بعدين عشان تجمع محتاج تعمل فورين برضه ليه؟ عشان انت عاوز تجمع العنصر ده مع عنصر ثاني راح زي هناك في الواي العنصر ده مع عنصر ثاني العنصر ده مع عنصر ثاني فانت محتاج تعمل فورين الفورين بقى الناتج بتاعهم يعني هكتب لكم اهو يبقى زد يبقى هتعمل مصفوفه الناتج زد زد وفي اي وجي تعمل فورين هيساوي عشان تمشي عليهم كلهم هيساوي اكس اوف اي وجي زائد واي اوف اي وجي واضحه ليه؟
واضحه ليه؟ واضحه ليه ولا لسه؟ اكس اي وجي هيمسك صفر صفر مع صفر صفر، صفر واحد مع صفر واحد، ويحط الناتج في الزد. طب عاوزين نخرج، طبعا هتعمل فور بلس اي فور جي عشان تخرج هتعمل برنت اف لمين؟ للزد في اي وجي. طبعا هتعمل كل ده فين؟ ما تنسوش الفوريه، ما تنسوش الفوريه، الفور بتاعت الاي كملها، الفور بتاعت الجي وكملها. ازاي جهزت؟ طيب بس عشان تطلع شكل بالظبط، الشكل بالظبط كده هيطلع كلهم زي بعض، خلينا نشتغل هنا بيت بيت سلاش يو. تعمل بيت بيت سلاش يو واصله؟ ممكن نعملها. لو ما عملتش سلاش ان هيبقى كلهم، لا لو ما عملتش سلاش ان هيبقى كلهم صف واحد. طب كده عملتها راس، ما انت بتطلع اهو بتطلع فورم بتاعت الجي، دي فورم بتاعت الجي. بعد ما تخلص الجي هينزل اهو، ننزل على الصفر. بعد ما تخلص الجي ينزل على الصفر، فبعد ما يخلص الجي ينزل على الصفر، يبدا يجيب اي جديده ينزل على الصفر اللي بعده. طيب واصله؟ طب ده كده اللي هي المجموعه المترصه ايه؟ ايه؟ سلاش ان عشان يا باشمهندس لو ما عملتهاش قول لي، لو ما عملتهاش تبقى هيحصل. انا ما كتبتهاش، لا هيحصل. هيخرجوا، انا بقول لك هيخرجوا، بس شكل الخارج عامل ازاي؟ انت ما عملتش سلاش ان، يبقى مش الداتج هيطلع لك كله صف واحد، مش هيطلع لك سفوف وعامله. ليه ليه ليه؟ برنت اف يا باشمهندس، برنت اف يا باشمهندس، كل ما تقول له برنت اف، برنت اف بيكتب على نفس الصف. انت من جوه شايفها سفوف وعامله، بس وانت بتخرج عمال تقول له ده انا بقول لك برنت اف صفر، برنت اف 10، برنت اف 20، برنت اف 30، برنت اف 50، كل ده على نفس الصف اللي بقول لك سلاش. لازم تعمل سلاش ان عشان ينزل على صف. طب اعملها امتى؟ انا عاوز بعد ما اطلع ثلاثه، يعني بعد ما اخلص الجي يبدا ينزل على صف، وبعدين لما يجي يجيب اي جديده فتقول انا برنت اف سلاش ان، او هنا او قبل او بينهم، لما يجيب اي جديده ينزل على صف. يا اما لما يخلص الجي هي هي ده عشان تطلع بس شكل الصف واحد. تمام؟ ده فكره. يبقى خدنا دلوقتي من الاول كده ايه اللي خدناه عشان نوصل على الصف، خدنا دلوقتي يا باشمهندس المجموعه المتوسطه ازاي تعملها؟ خدنا ازاي تدخلها يا فور واحد المجموعه المتوسطه زي الطلبه، خدنا ازاي تخرجها يا فور واحد برضه يبقى ده لو كانت ايه؟ لو عايز على نفس السطر شيل سبيشن، على نفس كل واحد على سطر سبيشن. عرفنا ازاي نعمل عليها عمليه ولكن زي المجموع المتوسط، تم فور وتم تم. ممكن بقى عمليات ثانيه مثلا عاوز اخرج الموجب، عاوز اجيب الكبير مثلا، هناخد امثله بعد كده. ماشي؟ طب لو عايزين نحط فيها قيمه في الاول، مش عاوز ادخل دي بدل عمليه الادخال، يعني بدل ما انت تدخل عاوز تحط قيمه في الاول، ودي بتحطها في اول البرنامج، بتقول ايه دي اكس كذا وتديله قيمه. طب لو عاوز تخرج البرنامج السادس، لا لو عاوز تخرج السادس وعنصر، السادس عنصر هو تقول له بريت اف اكس 5 مش محتاج فور ولا حاجه، ده كده المجموعه المدرسه زي البعد واحد. بتعمل دخلها وبتعمل عليها فور عشان تخرجها. كنت سالت الناس برضك في السكشن اللي فات، قلت لهم يا شباب طب انا ما عاوز ادخلت العناصر اللي هي عاوز اطلعها مقلوبه، يعني اخر واحد دخلت يطلع هو اول واحد يضرب. بالعكس اعكس الفور، بدل ما انت بادئ من صفر ل 10 هتبدا من كام؟ من 10 ل 0 و مش من 10 من 9. هو فعليا هنا مش 10، المفروض اخرك 9، المفروض تبدا من 9 ل 0، اكبر من الصفر وتنقص، يعني هتبقى من صفر من 9 واكبر من الصفر، اكبر منها وتساوي الصفر وتنقص عشان تعمل لها ريفرس، تعمل لها معكوس. ماشي؟ طب دخلنا بعد ما خلصنا دي، دخلنا على مجموعه متوسطه زي بعدين بتدي له الصفوف والاعمده، قلت لكم مش شرط يبقى زي بعض، بس عاده في الرياضه احنا بنعملها المصفوفه المربعه، بس هذا ممكن تتغير، فتقول لي ده بدأ تدخل لي بقى الصفوف ولا الاعمده؟ هنفرض الصفوف اي وجي، لو انت عاوز تدخلها كلها هتعمل اي وجي، فتعمل فورين، فور للاي للصفوف وفور للاعمده. يبقى انت بتمسك الصف تدخل الاعمده بتاعتك، فور بتمسك صف انت تدخل الاعمده، صف لو بدلت، لو بدلت خليت الجي هي الاول، يبقى انت بتمسك جي وتغير في الصفوف. ماشي؟ يبقى انا همسك اي امسك صف وادخلها، فور للاي وفور للجي بعمل سكان اف وبعمل اند اكس اي وجي. اي وجي، والاي هنا هي الصفوف والجي الاعمده. طبعا سألنا قبل كده ايه اللي عرفك ان الاي هي الصفوف والاعمده موجوده هي؟ الاي هي في الاول يبقى دي الصف وهنا دي بعرفها من هنا. طب بعد كده لو عاوز اجمع، قلنا لو عاوزين نجمع يبقى هنعمل فور ايه؟
عايز تجمعهم كلهم اهو، صاموا فايو جي، عايز تجمع القطر الرئيسي اف ان الاي ثبت مين؟ ثبت الجي. تعرف دلوقتي يا باشمهندس انت عايز تجمع القطر الرئيسي بتلاقي ايه؟ مش محتاج في القطر واحده وتقول له ايه؟ اي ار. ماشي؟ طب دخلنا اخر فكره اللي هو ازاي تدخل مصفوفين وبعدين تجمعهم. عاوز بعد ما دخلت عاوز اعد حروف الايه او عاوز اعد
فيلم اللي دخل اي حرف مثلا دخلت اسمك عاوز اشوف في حرف كم حرف عدد حروف الاي في مثلا طب اعمل ايه؟ انا ببساطه هنا هنعمل فور بقى هتمشي على الحروف كلها فور اي هتبدا من الصفر لغايه الاي قبل ان نمشي اي بلس بلس كانها مجموعه متوسطه تمام كانها مجموعه متوسطه عاديه جدا هتقول له اكس ايه رايك في مشكله شبه المجموعه المتوسطه اللي انا خدتها هناك حتى بص انا قصد ان انا سميها لك اس عشان اعرفك ان هي شبهها الشغل اللي هناك هي زيها بالظبط زي اللي احنا خدناها فهي ايه بسرعه؟ يعني انت ايه دلوقتي؟ بتمسك الحرف الاولاني، الحرف الثاني، الحرف الثالث، الحرف الرابع. طب عاوز تعمل فيه الحرف ده؟ عاوز تخرجه اعمل له برنت اف يعني، بس مش عاوز اخرجه. انا مش عاوز اخرجه، انا عاوز اعده. فعده يبقى لو هو بيساوي حرف الاي عده. هتقول له اكس لو ساوى حرف الاي شوف حرف الاي ازاي؟ ما تقولش كده غلط يعتبرها متغيره فبقول له لو الحرف ده ساوى حرف الاي عاوز نعمل ايه بقى؟ انا عاوز اعده عاوز اعده بتعمل مكان تنخزن فيه العدد يعني هتعمل مكان انت سي يساوي صفر تقول له سي بلس بلس كده بقى كل ما يجي لك حرف الاي زود على السين، كل ما يجي لك حرف الاي زود على السين، كل ما يجي لك حرف الاي زود على السين، طب ما جاش حرف الاي؟ يبقى انا بدأ العدد بصفر، جه لي حرف الاي قال واحد، قال اثنين، قال ثلاثة، ما جاش خلاص يبقى انا كده ثلاثة، ما جاش مفيش اي خلاص، يبقى كل ما يجي لك حرف الاي لو جالي حرف الاي زود، يبقى انا مخرج العدد ده غلط، بلاند اف السين. المية دي طبعا السين. في مشكلة؟ طب تلاحظوا ان انا لما جيت دخلتها كلها لما جيت خرجتها بوكس لما جيت حبيت اتعامل مع الحروف من جوه اشتغل عليها من جوه اشتغلت كانها مجموعة متوسطة بس في بقى تشكيلة صغيرة بقى تقول لي ايه وانا ما دخلتش ال 20 حرف بتلف على 20 حرف قال لك ما هو عشان كده احنا مش هنعمل 20 احنا هنعمل الامر ده اسمه ستيل لين ايه ستيل لين ده بقى؟ قال لك ستيل لين ده بيجيب لك عدد الحروف التي تم ادخالها. يعني اسم ده يبقى اسم عمري بالثلاثة. فانت تبدا من صفر لغايه ثلاثة، لغايه اثنين. فانت الستيلينس بتديك عدد الحروف اللي انت دخلتها. تلاحظ ان السلسلة الحرفية اللي هو النوع ده اللي هو طار مش انت، في دوال خاصة تتعامل معاها ما بتتعاملش معاها بالانت، لو انت لا هي سكان اف وبنت اف. فلما تيجي تتعامل معاها بالادخال استخدم جيتس واستخدم قدس. لما تيجي تحب عاوز تعد الحروف، عاوز تعمل حاجه في الحروف، تعمل الكلام ده. على سبيل المثال لو انا مثلا ايه؟ عاوز اشيل حرف الام اخليه حرف تي مثلا. اقول لك ايه؟ لف على الحروف، لو لقيت حرف الام مش عده بقى. اخليه حرف تي ازاي؟ اقول اكس ار بتساوي تي، في فرق بين الدبل يساوي كلها كبيره ويساوي واحد. ايه الفرق بين الضرب يساوي؟ بس هل الحرف ده بيساوي ايه؟ هل ده بيساوي ايه؟ طب لو هينفذ ده هينفذ ده يعمل ايه ده؟ يحط التي في مكانه طب لو مش هو حرف الام؟ خلاص مش هينفذ فده اسمه استبداء يعني لو لقيت حرف الام اهو يشيله ويحط مكانه ايه؟ تي يبقى اداله بحرف الام طب لو جيت قلت لك انا عاوز اخرج شفرات الحروف العشر يبقى هتدخل وتخرج كده بس كده لما تيجي تخرج ده بتبقى حروف انا عايز اطلع شفرتها بالعشرة طبعا ببساطه شيل بقى ده خالص واعمل ايه يا باشمهندس؟ واعمل برنت اف في المية دي واكس ار في المية دي في المية دي يعني ايه؟ 10 والاكس اي معناها حرف يبقى انت دخلتها حرف بس لما جيت خرجتها خرجتها 10 اللي يطلع لك شفرة العشر بتاعة الحرف ده ممكن تطلعها بالثنائي لو فاكر الثنائي اللي هو كان شفت وكان مش فاكر دلوقتي مش شفرة العشر طيب هنقول اخر جزء نكمل بس احنا خدنا فيه دوائر ثلاث دوائر خدناهم دلوقتي بتتعامل مع السلسلة الحرفية جيتس بوكس ستيلينس كل واحد بتعمل وظيفة معينة طب تعالى نحط الدلالين عندنا ده اللي اسمها ستيل كوبي
ستيبكم هنا. هناخد ستيبكم النهارده ويبقى نكمل المره الجايه ستيبكم عشان ده لو اتفقنا المره الجايه. فستيبكم دي من اسمها بتمسك بتدلك سلسله بتتعامل مع السلسله الحرفيه. يعني اسم السلسله الحرفيه دي بتتعامل مع السلسله. ملهاش دعوه بقى بالمجموع المتراصه اصلا. ماشي؟ هي السلسله الحرفيه مجموعه متراصه بس مجموعه متراصه من الحروف. فدي بتشتغل مع المجموعه المتراصه من الحروف بس او السلسله الحرفيه. فبتيجي تشتغل ازاي؟ انا كبشمهندس دي تديني سلسلتين واي واكس. يعني انت تعرف سلسلتين. قار مثلا واي 10 واكس 10. يعني انت حاجز 10 في 10. ينسخ اللي موجود الحروف اللي موجوده في الواي ويدخلها في الاكس. هتستفيد منها ايه؟ هتستفيد منها؟ أول حاجة هتستفيد منها يا باشمهندس وليكن لو جيت قلت لك مسألة أنا عاوز يا باشمهندس عاوز أدخل حروف وتشيل حروف الإم وتحط لي حروف تانية زي اللي أنا عملتها من شوية في التي. هاجي أقول لك بقى في الآخر بعد ما تخلص يا باشمهندس طلع لي السلسلة القديمة والجديدة. يعني طلع لي القديمة والجديدة. حضرتك لو بدلت كده القديمة اللي أنت دخلتها اتلغت. فانت المفروض في اول البرنامج تعمل ايه؟ تنسى انسخ اللي موجود في الواي فين؟ يعني هدخل الواي. هدخل الواي. جبس الواي، هدخل الواي، تاخد الواي تعملها ايه؟ ما في عندك نسخة تانية شبهها بالظبط في الاكس، بقى في عندك الاكس والواي شبه بعض بالظبط. دلوقتي العب في الواي، غير في الواي، اعمل اللي انت عاوزه بقى، معاك نسخة فين؟ اللي هي النسخة الأصلية. فممكن تخرج الاكس وتخرج الواي بعد التعديل في معاك الاسم ده. اول استخدام. الاستخدام الثاني بقى استخدام ايه؟ انك تعزف حروف. خلي بالك انا خدت منين شويه ابدل حروف. ابدل يعني الحرف بدل هجيب حرف احط مكان حرف ده. لا انا عايز اعزفه ما يكونش موجود اصلا. يعني انا عاوز اشيل الحرف الام مثلا خالص. فقال لك دي ببساطه تعمل استخدام هتمسك اللي بعده فيه. هتمسك اللي بعده فيه. بس اللي بعد بس واللي بعده فيه تبدا تمسك من ده تعمل شيفت كده. انا ستيب كوبي بتعمل الكلام ده وتريح دماغك. ستيب كوبي قول له انسك من عند مثلا واي 2 حطها في الواي 0. اللي يحصل؟ انا هجيب واي هيبقى عندك واي 0 واي 1 واي 2 يبقى انت بتمسك من اول 2 وتحطها فين؟ هو مش هيمسك واي 2 بس. بنحط له هنا علامة آند. وده بتدي له احنا بنقول عليها هناخدها في الشابتر بعد كده اسمه البوينت. انت بتدي له هينسخ من اول فين؟ قول له انسخ من اول الاثنين لاخر. انسخ من اول الاثنين. طب ينسخ الواحد فين بقى؟ في الزيرو. يعني ينسخ اثنين في الزيرو، ثلاثة تيجي في الواحد، أربعة تيجي في واحد، فهتلاقي إيه؟ بيحصل إيه؟ هو استبدال بس استبدال من تحت بدل من تحت ده فوق. إيه اللي يحصل؟ اللي هو كانك شفت فاتحذف. فهي لما تيجي تخرج الواي انت لما تيجي تخرجها هتلاقي ان هو اتحذف فعلا ما فيش موجود. طيب الاستخدام الثاني في الاضافه. الاستخدام الثاني في الاضافه. ايه هو الاضافه؟ يعني مثلا عندي هنا سلسله اي انجينير اي انجينير اي انجينير اي انجينير عايز اضيف عليه كلمه ايه؟ طبعا لازم تدخل جنس الاكس لازم تدخل السلسله دي الاول.
الاول الخطوتين اللي هو الاول هنسب بقى من اول اثنين للتيم. طب وبعدين؟ ضيف الكلمه اللي انت عاوز تضيفها، ضيفها زي ستير كوبي برضه. ستير كوبي هنسب، ستير كوبي بتنسب بس بتنسب ممكن اقول تنسب فين؟ هي ستير كوبي بتنسب مش بتضيف ولا حاجه، هو انا هنسب من ده اسلم عليك الناس في كل الامور، هنسب من هنا لهنا. وبعدين الكلمه اللي انا عاوز اضيفها هروح ايه ضيفها عند الاثنين اللي هي الكلمه اللي انا عاوز اضيفها كلمه ام مثلا. هتضيف كلمه ام هنصف كلمة ام عند الاثنين. يبقى نسخت ده في التين، نسخت خدت منه نسخة، لأن لما بنسخ ام في اثنين إيه اللي هيحصل؟ ده هتتشال هتبقى ايه؟ ده هتتشال هتبقى ايه؟ طب لما أجي أرجع بقى خلاص كده حطيت كلمة ام، أرجع بقى اللي أنا نسخته دي رقم اثنين، أرجع التي فين بقى؟ عند الأربعة. فأجي أنسخ أجستير كوبي رجع دي اللي انت نسختها في الاول عشان كده كنت نسختها في الاول. رجع دي فين بقى؟ مش عند الاثنين، يبقى ما عملتش حاجه. هتقدر ترجعها بس عند مين؟ عند الاربعه. لما تيجي ترجعها عند الاربعه في مسافه في الاول انت كنت نسختها بره. لو ما فيش مسافه كنت هتعملها هحسبك في المسافه. بس برضه كده ممكن كنت تعمل هنا مسافه. يعني تعمل حسابك في المسافه. عشان انا في الاول ما كنتش عارف المسافه، انا بس في المسافه. هتحط المسافة بعدين ترجع المسافة دي تتمسك هترجع عند خمسة عشان تحط المسافة، هترجع مش عند أربعة عند خمسة عشان تعمل المسافة أقل من كده. فيبقى أنت عملت إيه؟ خدت الكلمة دي نفسها حطيتها في الدين، خدت آية المسافة حطيتها فحطيت إيه؟ كلمة مسافة. بعد كده لما تيجي ترجع ترجع تيجي ترجع من أول خمسة ترجع هنا بقى الإي إن جي سلاش زيرو. فإيه السلسلة اللي هتطلع دلوقتي؟ إيه اي مسافه ايه؟ ايه المسافه؟ ايه المسافه؟ سلاسل سلاسل طبعا ما بتطلعش على الشاشه. طبعا هتقول له بص، قلت له بص يا ريت تجربوا الكلام ده في العمل او في العمل عشان تشوفوا كده. احنا خلصنا ستير كوبي، فاضل لنا ده اللي واحده بس اللي بنقول لك المره الجايه اللي هي ستير كوبي، ودي ببساطه هي بتكون سلسلتين ببعض. يعني بتشوف دي زي دي بالظبط ولا لا؟ ماشي؟ طبعا.